هل اكتفى العمانيون بطرد البرتغاليين من الجغرافيا العمانية فقط؟ الجواب قطعاً لا، فما ترتب على معركة مسقط من نتائج وتأثيرات جعلت العمانيين يشحذون هممهم لمواجهة البرتغاليين ما وراء البحار، وتحقيق التفوق العسكري عليهم، وتأمين حدود الدولة العمانية وتوسيعها، وتحقيق منافع اقتصادية إضافة إلى خدمة العروبة والإسلام، وهو ما حدث بالفعل. فبعد أن اكتمل بناء الأسطول العماني وتجهيزه بالسفن والمعدات الحربية، انطلق الإمام سلطان بن سيف بن مالك لمحاربة البرتغاليين في مناطق شتى، كان من أبرزها الساحل الغربي للهند، مركز العمليات البرتغالية في منطقة المحيط الهندي ومقر قيادتهم وقوتهم فيها. وكان من أبرز هذه المدن مدينة ديو البحرية التي كانت من معاقل الوجود البرتغالي في الساحل الغربي للهند، ومن أهم المناطق في محور الصراع العماني البرتغالي في المحيط الهندي، والتي بدأ العمانيون في توجيه الضربات العسكرية فيها تجاه البرتغاليين منذ سنة 1668، واستمر لأكثر من حملة. وقد اخترنا هذه المدينة نظراً لما تحقق من مكاسب عسكرية واقتصادية غيرت الكثير من ملامح الصراع العماني البرتغالي، فهي أكدت تفوق القوة البحرية العمانية وتطور القدرات القتالية عند العمانيين والتصدي للبرتغاليين خارج الحدود العمانية، كما أن الغنائم الاقتصادية ساهمت في بناء إحدى أشهر القلاع في عمان وشبه الجزيرة العربية. والحديث هنا عن الشهباء قلعة نزوة.